نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه أمينة الزهرية، أرضعته حليمة السعدية، مولده بمكة الأمينة، وفاته بطيبة المدينة، أتم قبل الوحي أربعين، وعمره قد جاوز الستين، وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم، قاسم عبد الله وهو الطيب، أتاه إبراهيم من سرية، فأمه مارية القبطية، وغير إبراهيم من خديجة، هم ستة فخذ بهم وليجة، وأربع من الإناث تذكر، رضوان ربي للجميع يذكر، فاطمة الزهراء